هنروح لاول استشاره. استشاره من الاستاذ حسن حماد، ظهر لي قضيه تبديد من سنه 96 مش بتاعتي بسبب تشابه اسماء، وذهبت الى القسم التابع له القضيه وتم عمل التحريات وتم اثبات ان هذه القضيه لا تخصني. المهم ولكن ما زالت القضيه موجوده على الكمبيوتر، اعمل ايه؟ الحقيقه استاذ حسن احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، هو اسم الام هو هنا الفيصل في المساله لان التشابه موجود، يعني حسن حماد محمد، محمد محمد احمد، احنا اسمائنا دايما متكرره. لكن انصحك طبعا بانك يعني تتوجه لاسم الشرطه، انت قلت عملت تحريات، تحاول تخليهم يثبتوا رقمك القومي او اللي هو يعني اسم ام حضرتك، علشان لما يحصل تاني ان يتم القبض عليك تاني يعني يبقى في مفر وما يحصلش تحريات زي ما عملت قبل كده.